مساء الخير من مطبخي المتواضع. اليوم راح نسوي كفتة بالفرن بدون دهون، بدون سمن، بدون زيت، بدون أي حاجة. شوفوا أول شيء نحتاج لحم مفروم، نحاول قدر الإمكان أن نشيل الدهون. قولوا للجزار يسوي لكم يا مفروم بدون شحوم، بدون دهون، أوكي؟ عصير طماطم مبشور، يعني بشرته وشلت القشرة، والحين راح أضيف عليه بقية المكونات. ضفت على عصير الطماطم لحمة مفرومة، كزبرة، بقدونس، نعناع، بصل مبشور وثوم مبشور، كلهم قطعتهم وضفتهم مع بعض. هذا اشتريته من تركيا اللي هي بهارات الكفتة، لكن انتوا اذا ما عندكم مثلا هذا ممكن تحطون ملح، فلفل، كمون، عصير ليمون. بعد ما بهرت بحط نقطة من زيت الزيتون وراح اقلبهم كلهم مع بعض وارجع لكم اوريكم كيف صار شكله. وشكلنا أصابع الكفتة بهذا الشكل. طبعا في ناس يناسبهم أنه الأصابع تكون دائرية أو أضعف، أو يعني حسب الشكل اللي يعجبكم. راح أرش بزيت الرش الصحي رشة خفيفة وأدخل الفرن بس عشان يعطي لون.